كان شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار، فما الذي يمكنني أعمله الآن لكي أريح ضميري الذي يعذبني كثيرا؟ يجب على الولد أن يبر بوالده وألا يغضبه وألا يعقه، لأن حق الوالد عظيم، لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحله وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حيا. أما إذا مات الوالد على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده فلم يبقى حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره مما حصل، وأن يعمل للوالد شيء من البر بعد وفاته، يعني بأن يتصدق عنه وأن مثلا يعني يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده.